آي القرآن لنا تروى تتباين حينا في الكلم أحرفه وحي من ربي كسراج هاد في الظلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. من الكلمات في القراءات المتواترة في سورة المائدة قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، بكسر الغين كما قد سمعتم لشعبة وحمزة، وقرأ الباقون بالضم: إنك أنت علام الغيوب. الغيوب والغيوب المعنى لا يتبدل ولا يتغير، التغير في اللفظ هاهنا لا يؤدي إلى تغير في المعنى، وقد سبق لنا مثله في قوله تعالى: البيوت، أن فيها قراءتين: البيوت بضم الباء والبيوت بكسر الباء. قراءة الضم جاءت على الأصل لأنها من فعل وفعول، يجمع على فعول: بيت وبيوت، عين وعيون. وقراءة الكسر جاءت على غير الأصل لمجانسة الياء، لوقوع الياء بعد الحرف الأول ولمجانسة الياء لما قبلها، كسر الحرف الأول فصارت الغيوب، ومثلها العيون، ومثلها شيوخا، ومثلها أيضا جيوب، وأمثلتها كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يتغير رسم أو حرف فيكون المعنى ذا قيم، يتعدد وصف يحمله، يتضمن فيضا من حكم، نتعلم دررا من شيخ، فالعلم منار للأمم. في أول آي قد نزلت، قد علم ربك بالقلم.